أنا واحد من اللي ينتقد أعمال المجسرات، قلت هذا مو مشاريع استراتيجية، نحن بحاجة لمشاريع أهم. لكن أنا هسه شنو اللي عندي؟ يعني أنا أفضل أقدم شيء أفضل من أنا أظل حالي حال البقية، تطب الأربع سنين وتطلع، إحنا كل شيء ما نتم من رئيس الوزراء، يقضيها لو بس سفرات، لو مؤتمرات، لو بس تصريحات. فبالتالي اليوم المواطن العراقي هذه الجسور أقلقت بعض فوق الإطار؟ طبعاً، لأنه اليوم الإطار مراقب جيد ولاعب جيد بالساحة السياسية، يعرف بأنه المواطن العراقي آيس من العملية السياسية، يعتبرها آيلة للسقوط، فبالتالي أي منجز حتى وإن كان بسيط يعتبره أفضل من غيره، وبالتالي قد يؤسس لمرحلة قادمة. يعني هناك ضغوطات مثلا، أنا متأكد اليوم لو يعني تفسير الخاص وليس لا معلومة ولا هاي، إذا السيد السوداني أعطاهم وعد بأنه ما يرشح نفسه للانتخابات القادمة، كلها بعد تبطل من شغلة الانتخابات المبكرة كما فعلها الكاظمي؟ نعم، هي هاي المطلوبة، انه انت لا تصير حتى لا تكون الزعيم. اليوم احنا عندنا مشكلتنا بالعراق حرب الزعامات، هذا الخلاف وهذا الأنانية المفرطة السياسية، الأنانية السياسية اللي ما تسمح لغيره انه يصعد نجمة. السيد العزيز، احنا اليوم بحاجة الى إزالة جيلية، كثير من الانتكات السياسية اصبحت اليوم المواطن العراقي بدأ ما يتقبلها. هسه هي أعطت منجز في وقتها، نعم أعطت، لكن الآن بكل قوية للزمانة يلينو. خلينا نجي من هاي الجزئية كما تحدث أستاذ هادي، أنه أنت قدمت اللي عندك. وبالمناسبة كثير من السياسيين، ولا أقصد شخص معين، كلهم تحدثوا وقالوا إحنا أخطأنا وعلينا ألا نعيد الخطأ ونعتذر من الشعب العراقي. طيب ترجم لنا حديثك بأنه أنت بعد لا تدخل بهالمعمعة السياسية اللي احنا ما شفنا 21 سنة والعراق اليوم في أسوأ حالاته. 21 سنة واحنا تعليمنا صفر وصحتنا صفر وخدماتنا صفر. طيب اترك المجال الغيري عسى ولعل. بس انا اليوم اسمع بانه اكو مدن تبنى، هذا واقع جيد، وان كنا احنا واحد من ننتقدها، احنا نريدها باسعار مدعومه، نريد الناس اللي لحد الان بدون سكن قاعده بالايجار، مو للاثرياء، مو تجين مثل بوابه العراق وغيرها. انا اسمع مدينه علي الوردي والجواهري، لكن يا ترى هاي الوحده السكنيه ايش قد فلوسها؟ تقدر الدوله تبني لنا بيوت واطئه الكلفه؟ تقدر ترفع من القدره الشرائيه للمواطن؟